السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ ياك لاباس عليكم. نتمناكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، واش كنتمناو يا ربي، والتيسير وراحه البال يا ربي. اليوم ان شاء الله جايكم بواحد الوصفه ساهله وكاينه عندنا في الدار. ثلاثه المكونات ساهلين، عندنا هنا الخيار، وعندنا الطين الابيض، وعندنا الروز هنا مطحون. الروز الابيض ديال الحليب، ماشي الروز الاخر الاصفر، الروز الابيض داك ديال اللي كنديرو في الحليب مطحون، والطين الابيض. ثلاثه المكونين ساهلين. هاد الوصفه كتبيض الوجه وكتوحد اللون ديال البشره، وكتبيض الوجه، كتنقي الوجه وديروها على الوجه يكون نقي. قطعت هنا النص ديال الخياره والقشره ديالها مغسوله، غنشدها غنحكها في هاد الشبكه هنا الرقيقه، بعد ما حكينا غنحطوه هنا في الصفايه. ناخذ منه الماء، هاد الوصفة راه زوينة، ولكن ديما الوجه يكون منقي ومغسول ومدير ليه قماش عاد تحطوا عليه هاد الوصفة، ما تحطوهاش على الوجه هو موسخ. ديما الوجه يكون منقي، تتنقوا وجهكم مزيان عاد حطوا عليه هاد الوصفة. معلقة ديال الروز هنا، معلقة ديال النشا، عفوا قلت بنقول لكم ديك الطين الابيض، قلت النشا، عفوا الطين الابيض. كتشدي تخلطيه مزيان، وزيد شوية الروز، صافي كتخلطي بحالكم مزيان حتى يتخلط، والبشره ديالك تكون نقيه وتدوزي على وجهك كامل، والعنق ما تنسيش، حتى العنق حتى هو ما يتنساش. تحطي على العنق ديالك والوجه ديالك وتخليه حتى ينشف، كديري شي مخده وتكاي على ظهرك وتخليه حتى ينشف مزيان على خاطرك، وما تكوني لا معصبه لا والو، تكوني مرتاحه وتبقاي حتى ينشف صافي، وغسلي وجهك بالماء بارد عادي ديال الروبيني وصافي، وديري داكشي اللي كديري لوجهك بوماده ولا كريم اللي كديري لوجهك صافي وسير. كتشدي تحطي بحال هكا على دايما، تحطي بحال هكا على الوجه ديالك وبديتي تهزي من تحت للفوق بحال هكا. زوين هاد الوصفه، راه زوينه للوجه، زوينه زوينه بزاف، ماشي شويه، زوينه زوينه. وسيرتو دابا في هاد الصيف، هاد الصيف راه زوينه للوجه، كتنقي الوجه وكتحيد داك كتوحد اللون ديال البشره كنتمناكم تجربوها، نتمناكم تجربوا هاد الوصفه. صافي تحطوها على وجهكم بحال هكا وتخلوها حتى تنشف صافي، ما عاد تغسلوها، تخلوها ديك ربع ساعه ولا حسب الوقت لي ربع ساعه ولا، المهم لما فادتك ما غاداش تضرك هاد الوصفه، زعما لما فادتك ما تضركش. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وشكرا على المشاهده، وما تنساوش تدعمونا باشتراك.